الأفضل في العالم وبطل كأس العالم يصل أخيرا لهدفه 800 مع الأندية والمنتخب، لأنه أسطورة سجل هدفه 800 بطريقة تليق به بركلة حرة مباشرة على بنما. أهدافه مقسمة على الشكل التالي: سجل 672 هدفا مع برشلونة، و99 هدفا مع المنتخب الأرجنتيني، و29 هدفا مع باريس سان جيرمان. البرغوث الأرجنتيني وعرض المتعة على مستطيل الأخضر تفنن في تسجيل أهدافه، كما يمتهن أيضا فن الصناعة، تارة يسجل بيمناه وتارة يسجل بيسراه، وتارة يفاجئك بركلة حرة مباشرة، وأحيانا يسجل بالرأس أيضا بالرغم من قصر قامته. سنتعرف على كيفية تسجيل أهداف 800 لليونيل ميسي. ميسي سجل 108 أهداف عن طريق ضربات الجزاء و62 ركلة حرة، بالإضافة إلى 26 رأسية متقنة. أما 604 أهداف فمرة باليسرى مرة بيمناه، مرة داخل منطقة العمليات مرة خارج منطقة العمليات. وإجمالا هذه أرقام ليونيل ميسي بين التسجيل والصناعة.